لكن خليني أخذ الطرف الآخر وهو الهلال، لأنه في هذا البيان ربما هناك إشارة واضحة لأنه الإدارة الهلالية أيضا لديها أو تتحمل جزء من المسؤولية. على الهاتف أرحب بالمتحدث الرسمي عضو مجلس الإدارة في نادي الهلال الزميل عبد الكريم الجاسر. مساء الخير أبو يزيد. هلا والله عادل، مساء النور عليك وعلى الزميل سعد والضيف الكريم ايضا الاستاذ عدنان المعيبد والساده المشاهدين. زمان عنك يا ابو يزيد. الله يحييك، والله بالعكس متواجدين. طيب عموما، ما هو ردكم على هذا البيان؟ هل تقرؤون فيه او ما هو موقف الهلال اولا قبل كل شيء؟ والله الموضوع الحقيقه يعني خصوصا بعد بيان اتحاد الكره، انا اعتقد انه يعني يبدو انه الامر غير واضح فعلا بالنسبه لمن اعد البيان. بالنسبه لنا يعني الحاله حصلت انه اللاعب طلب من النادي شفويا وليس رسميا تسليم جواز اللاعب، فتم ابلاغ الاتحاد الكره بانه اللاعب جوازه ضمن اللاعبين في السفاره الكوريه، وبالتالي لا نستطيع ان يعني نسلم الجواز لا نملكه. وايضا تم ابلاغ هذا ان اللاعب لديه تاشيره بحكم انه يعني شارك في معسكر الفريق في المانيا، وبالتالي كل اللاعبين اللي شاركوا دخلوا المانيا بطريقه رسميه من خلال التاشيره. هذا ما حصل بشكل شفوي، ولم يتم بعد ذلك اي اتصال من اداره المنتخبات او من المنتخب او من اتحاد الكره، حتى انه وصل خطاب في تقريبا يوم الخميس الماضي الساعه يمكن 3:50 ظهرا يطلبون فيه انضمام اللاعبين للمنتخب باعتبارا من يوم الاثنين واحضار متعلقاتهم الشخصيه وجوازاتهم معهم. نعم. اللي حصل انه هذا الخطاب الوحيد اللي وصل للنادي، النادي يعني مباشره قام بارسال الجوازات يوم الجمعه قبل يعني حتى قبل خطاب اتحاد قبل يعني موعد خطاب اتحاد الكره. اتحاد الكره طلب انه اللاعب يصل ومعه جوازه ووثائق الرسميه حتى يتم دخول المعسكر. في الهلال ارسلنا الجوازات يوم الجمعه قبلها بثلاث ايام حتى يكون في فرصه للمعنيين في اتحاد الكره يعني الاطلاع على الجوازات التشتيك، لانه كما تعرف انه اي سفر خارج المملكه في بعض الدول يجب ان يكون جواز السفر ساري قبلها بست اشهر. طيب. حتى يتم السماح له بالدخول للبلد، هذا غير التاشيره. التاشيره بالنسبه لنا جاء اللاعب تاشيره المنتخب الاولمبي، لم نصدر له تاشيره، لم نلتقي باللاعب الا في المعسكر اللي كان في المنتخب الاولمبي. اتصور انه لو كان في تنسيق بين اتحاد يعني بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي لتم يعني معرفه هذا الامر، وايضا كان يفترض ان يكون موجود فيه ملفات كامله لكل اللاعبين، صور لجوازاتهم، صور طيب جميل. من اصدر التاشيره هو المنتخب الاولمبي، نحن بالنسبه لنا ما نعرف متى تاريخ التاشيره ولا متى تبدا ولا متى تنتهي. يعني انه انت تبغى تقول انه هذا الموضوع ما صار في اي مخاطبات مكتوبه؟ ابدا ما في اي مخاطبات، يعني عمل للاسف عمل مكالمات وديه وما فيها اي مخاطبات. الخطاب الرسمي الوحيد اللي وصل للنادي يوم الخميس ويطلب انضمام اللاعبين للمعسكر يوم الاثنين ومعهم جوازاتهم والاوراق الرسميه، وارسلنا الجوازات يوم الجمعه قبل يعني ثلاث ايام من المعسكر حتى يتمكنون من الاطلاع على الجوازات ومعرفه اذا كان يحتاج اي شيء، لانه مثل يعني تعرف عادل مثل هذه السفرات يفترض ان يكون العمل منظم، اولا تعرف من الناس اللي مسافرين، تعرف وثائقهم هل هي ساريه المفعول ام غير ساريه، التاشيرات اللي صدرت يعني هي صدرت اصلا من المنتخب الاولمبي، يعني منحوا 3 اشهر فقط، وهذا شيء احنا ما نعرفه، يعني كان المفروض اللي يعرفه هو اتحاد الكره من خلال لجنه المنتخبات يعني واداره المنتخب الاولمبي. هذا الامر لم يتم من قبلهم ابدا، يعني ناهيك عن موضوع الكشوفات الطبيه وحاله اللاعبين والتقارير والتواصل، يعني كان على الاقل انت عندك معسكر بعد اسبوعين ثلاثه يكون فيه تواصل مع الانديه، طلب تقارير، معرفه احوال اللاعبين، صور جوازات اللاعبين موجوده، ملفات كامله لكل لاعب، لكن للاسف انه كل هالامور يعني كانت غائبه، وبالتالي حملت المسؤوليه للهلال. الهلال بالعكس ما له اي علاقه في الموضوع وما يمكن ان يتحمل يعني غلطه المنتخب الاولمبي، اذا انتم اللي طلعتوا التاشيره وانتم اللي يفترض ان تعرفون متى تبدا ومتى تنتهي. بس انت تقول ابو يزيد نقطه مهمه، انه احنا استلمنا الجوازات من السفاره الكوريه يوم الثلاثاء الماضي. طيب. يعني قبل 4 ايام من المعسكر، يعني حتى لو كان في خطاب رسمي مبكر او تواصل او طلب للتاشيرات للاعبين كان ممكن تكون موجوده في اتحاد الكره قبله، يعني انت عندك لاعبين متوقع انضمامهم او معروف انهم سينضمون، ما الذي يمنع ان يكون في
مجرد سكان لكل تأشيرة أو لكل جواز موجود على الكمبيوتر عندك، كل لاعبينك معروف وجوازاتهم متثبتة ومتنتهي تأشيراتهم وكل هذه هذا عمل إداري بسيط جدا. بس أبو يزيد أنت في النهاية في معلومة طلعت من الهلال بأن اللاعب عنده تأشيرة والنتيجة واحدة. هذا الكلام صحيح. أولا المعلومة كانت شفوية والكلام ذكر على أنه الجواز في السفارة السورية وطبيعي أنه اللاعب عنده تأشيرة، فكان يفترض يعني هذه المعلومة تكون تساعد لو كان هناك أحد يعني لديه يعني أو عنده نوع من المعرفة، كان ممكن يسأل من اللي طلع التأشيرة وطلع على المنتخب الأولمبي. طيب كم مدتها؟ هم مطلعين لهم 3 أشهر، يعني عندنا اللاعبين فهد الجهني وياسر الشهراني مطلع لهم يعني تستخرج تأشيرات من 3 أشهر، في حين أنه إحنا مثلا لما المعسكر في ألمانيا المنتخب الفريق الأول والفريق الأولمبي استخرجنا يمكن أكثر من 80 جواز لمدة سنة كاملة، يعني هذا على الأقل طلع تأشيرة لمدة سنة. طيب فما بالك المنتخب معرض أن يطلع برا يلعب يقيم معسكرات يلعب مباريات، كل هذه الأمور يستوغل أنها تكون مرتبة من قبل اتحاد الكرة وليس من قبل الأندية. طيب أستاذ عبد الكريم، ماذا عن بقية اللاعبين؟ وش كان الموقف؟ يعني أنه هل قيل لهم أنه والله ترى ما عند السفارة الكورية ولما رجعت استلموها؟ بس ماني فاهم الموقف. لا بقية اللاعبين اوريدي احنا مطلعين لهم، بالنسبة للاعبين اللي معانا راحوا للمعسكر اللي طلع لهم التأشيرات هو نادي الهلال. يعني لديهم تأشيرات لمدة سنة لأن بداية الصيف يعني استخرجنا أكثر من 80 تأشيرة للعاملين والجهاز الفني للفريق الأول والفريق الأولمبي كافة اللاعبين. اللاعب ياسر تعرف انه كان في نادي القادسية وكان مع المنتخب لم يلتحق بالهلال، فجاء للهلال في المعسكر على تأشيرة المنتخب الأولمبي. طيب فكانت هذه المعلومة هي في الأصل لدى المنتخب الأولمبي، يعني احنا المفروض احنا اللي نستفسر منهم كم مدة التأشيرة وكم باقي فيها، لكن للأسف انه يعني اعتمد على 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 نادي الهلال وألقيت اللائمة على نادي الهلال وهو ما له علاقة في الموضوع، يعني مجرد تقصير إداري من المعنيين في الفريق المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. يعني تقول بأن نادي الهلال لا يتحمل أي حتى لو جزء بسيط من المسؤولية في هذا الموقف؟ طبعا رسميا لا يتحمل نهائيا لأن لم يستلم أي خطاب رسمي سوى خطاب طلب انضمام اللاعبين يوم الخميس زي ما قلت لك، وسلمنا الجوازات يوم الجمعة احنا قبل المعسكر 3 أيام. يعني يفترض زي ما قلت لك على الأقل اللاعبين اللي حيسافرون دولة يمكن غير موضوع التأشيرة، ولنفرض أن التأشيرة سارية، يفرض لديك لاعب ينتهي جوازه قبل 6 أشهر من الآن ما يمكن يدخل، ممكن يرجع من المطار. طيب في دول تشترط 6 أشهر على الأقل على سريع صلاحية الجواز حتى يتم السماح له. يعني وضحت الصورة، إدارية بسيطة جدا لم تتم، فما بالك التأشيرة. طيب وضحت الصورة، شكرا لك عبد الكريم الجاسر المتحدث الرسمي عضو مجلس إدارة نادي الهلال.